هل فكرت يوما بالتجول في أزقة المدن الأوروبية القديمة؟ أو استكشاف جمال الطبيعة وثقافتها الغنية؟ من الجبال الثلجية بالألب إلى الشواطئ الذهبية في البحر المتوسط، تمتلئ أوروبا بمواقع مذهلة. دعني أقودك في رحلة لاكتشاف أفضل 20 مكانا يجب زيارتها في هذه القارة الساحرة. 20 العدد. في لشبون بالبرتغال، تستقر على ضفاف نهر تاجو الجميل، جاذبة الزوار بتاريخها الغني ومشاهدها الآسرة. كونها كانت نقطة انطلاق للمكتشفين الأشداء خلال القرنين 15 و17، تزهو هذه الدرة البرتغالية بتراث غني يعكس تاريخها البحري العريق. وبالنظر إلى برج بليم الحارس، الذي يعود للقرن 16 ويقف شامخا عند نقطة النهر، يتخيل المرء أصداء المغامرات القديمة. اكتشفوا قلعة سانت جورج العملاقة، وهي تحفة معمارية مغربية موجودة في قلب لشبون، توفر مناظر بانورامية خلابة تأسر الألباب. رقم 19. جيلفوس بأيسلندا. اذهب في مغامرة بأرض البراكين والجليد، حيث سحر أيسلندا البعيد. وسط مناظر طبيعية رائعة وقاسية بجنوب أيسلندا، يقبع جيلفوس الجذاب. هذا العجب الطبيعي بشلالاته الرائعة فوق الجليد، يأسر القلوب بجماله الأبدي. شاهد نهر أولفيس ينحدر عبر 3 مراحل، يشق طريقه بمهارة في واد بعمق 35 مترا. الرقم 18. في قلب اليونان، تقع أثينا، حيث تزهو بكونها مهد الديمقراطية وأساس الحضارة الغربية. تتميز أثينا بتاريخها العريق الذي يعود للقرن 5 قبل الميلاد، بأجواء تشع بروائح الحكمة القديمة. تجول في أرجاء الأكروبوليس العريقة، حيث تصدح أصوات التاريخ عبر آثار مثل معبد زيوس العظيم ومسرح ديونيسوس الشهير ومعبد البرثينون الأسطوري، الحامل لعمق رمزي فريد. الموقع 17 يتمثل في سحر خليج كوتور المذهل، الموجود في قلب دولة الجبل الأسود. ابدأ مغامرة استكشافية فريدة داخل هذه المنطقة الجذابة، حيث يبرز الخليج كلوحة فنية رائعة بمياهه الزرقاء الصافية كالكريستال وشواطئه الرملية البيضاء الناعمة. استمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتجول في الأزقة الضيقة واكتشف الكنائس التي تحمل قيمة تاريخية كبيرة. بيران في سلوفينيا تعتبر واحدة من الوجهات السياحية المميزة في أوروبا، حيث تتميز بتاريخ غني وتصاميم معمارية ساحرة مستوحاة من مدينة البندقية. من جولة في ساحة ترتيني الساحرة إلى زيارة البيت الفينيسي الأسطوري وبرج الجرس في كنيسة جورج، يعد بيران مقصدا مثاليا للاستمتاع بالثقافة والتاريخ. ورغم ندرة الشواطئ الرملية، يتيح الشاطئ الصخري فرصة فريدة للاستمتاع بالمناظر الخلابة والهدوء على طول الساحل. الرقم 15. في إيطاليا، البندقية. بأزقتها، تتدفق الرومانسية عبر القنوات والجسور كأغنية ساحرة، ملهمة الزوار. تجول بسلاسة في القناة الكبر، واستمع لأغاني الحب الإيطالي، في تكريم للحب الأبدي الذي تشتهر به. ابدأ رحلتك من ساحة سان ماركو، حيث يقف قصر دوبي كشاهد على عظمة البندقية. تسلق إلى أعالي أبراج كاتدرائية الأزقة وتمتع برؤية بانورامية للإمبراطورية العائمة. اكتز الكباري ذات الطوابق المتعددة، حيث تحمل كل جسر قصة عن البندقية. في بودابست، كل زاوية تحمل حكايات العظمة. استكشف سحر بودابست الآسرة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة، من خلال الاستفادة من الجولات السياحية الموفرة. واستمتع بالكشف عن العجائب الخفية التي تتمتع بها هذه المدينة الرائعة، مثل ساحة الأبطال العريقة والحدائق الجميلة التي تضفي جمالا خاصا على آل مدينة. بالإضافة إلى ذلك، تمتع بتجربة الجمال الأخاذ والفخامة البارعة لقصر الحمراء الشهير في غرناطة بإسبانيا. انغمس في رحلة عبر الأزمان داخل جدران هذه المنشأة الفاتنة، حيث سار فيها القادة المسيحيون وعثر كولومبوس على مصيره العظيم. استمتع بالتناغم بين الأساليب المعمارية المتنوعة وجمال فنونها ورونق حدائقها الخلابة. في المرتبة 12، داخل قلب مدينة فلورنسا الإيطالية الخلابة،
ينبثق جمال عصر النهضة بكل تفاصيله الرائعة. يدعوك متحف الأوفيزي إلى رحلة فنية استثنائية تعرض أعمال مايكل أنجلو الخالدة، بينما يحكي جسر بونتي فيكيو قصصا تاريخية مفعمة بالعراقة. دلل نفسك بتذوق الجيلة الإيطالي الفاخر، وانغمس في سحر قصر بيتي الأسطوري، واستمتع بروعة الدومو المعمارية، وتأمل إطلالات فلورنسا الخلابة التي تأسر الألباب. الموقع 11 يمثل في لندن، قلب المملكة المتحدة. في كل زاوية من هذه العاصمة النابضة بالحياة، تتجلى الأحداث التاريخية بين القصور والأساطير. من جمال قصر بكنغهام إلى شموخ برج لندن، كل زاوية تحمل جزءاً من تاريخ إنجلترا. غمر نفسك في تجربة التسوق بين نايتس بريدج وكارنابي، واستمتع بحياة هذه المدينة الرائعة. ومع مترو الأنفاق، يسهل استكشاف شوارع لندن بكل راحة ومتعة، مع التأمل في جمال تقاطع الحداثة والتقليد فيها. برلين تعتبر مدينة رائعة بشكل لا يصدق، حيث تقدم لزائريها تجربة ثقافية وتاريخية استثنائية لا يمكن مقارنتها بأي تجربة مماثلة أخرى. تشتهر برلين، المركز الأول للحفلات في كل أوروبا، بلا يليها الصاخبة الاقتصادية التي لا تتوقف أبداً. بينما تقدم أمستردام، الموجودة في هولندا، فرصة فريدة للسير على طول قنواتها الخلابة، مما يكشف عن جمالها الآسر وتراثها لتاريخ آل مميس. الذهاب إلى بيت آن فرانك يوفر فهماً عميقاً للتاريخ، في حين أن المتاحف الفنية الكبرى تسلط الضوء على وتحتفي بأعمال فنانين أسطوريين مثل رامبرت وفان جوخ. استمتع بالثقافة الهولندية في مصنع هاين، وتذوق الجعة المتنوعة بين ذكريات التراث. الرقم 8. براغ، جمهورية التشيك. اكتشف براغ، المدينة ذات التاريخ الغني والجاذبية الفريدة، والتي تعد وجهة أساسية في أوروبا. رغم آثار الحروب، تستقطب براغ القديمة الزوار بجمالها الأبدي وتراثها الثري. استكشف زقتها الدافئة، وتوجه نحو قلعة براغ العريقة، ثم اطلع على الحي اليهودي الحافل بالتاريخ، وأخيراً تنزه على جسر تشارلز الساحر. عند غروب الشمس، انغمس في ساحة فاتسلاف النابضة بالحياة وصخب الليل. الرقم 7. في اسطنبول، تركيا، استكشف هذا اللقاء الساحر بين تراث الشرق وجمال الغرب، واستمتع بالثقافات والتقاليد الغنية. أدهش بروعة مضيق البوسفور الذي يربط القارات، وزر آيان صوفيان الأسطورية، شاهد التاريخ العريق لإسطنبول. استكشف تاريخ قصر توبكابي العريق وتجول في أزقة البازار الكبير الشبيهة بالمتاهة، ملاذ لعشاق الكنوز منذ الزمن البعيد. الرقم 6. مضيق جيرانجير في النرويج. اغتنم الفرصة لاستكشاف جمال مضيق جيرانجير الآسر، كنز النرويج المستتر بين مناظر طبيعية خلابة ومياه زرقاء. استمتع برحلة مذهلة عبر هذا المضيق الذي يمتد ل15 كيلومترا، مزينا بشلالات وقرى جذابة. تنظر الأخوات السبع الأسطوريات وشلالات الخاطب، المحاط بالأساطير، بإعجاب ودهشة إلى الحجاب الزفافي السماوي. شلال إيه؟ منظر يغمر القلب بالسكينة وسط المنحدرات العالية. الرقم 5. برشلونة الإسبانية. استمتع بالفسيفساء الزاهية واكتشف الجمع بين التاريخ الغني والعمارة العصرية. استكشف إبداعات غاودي، بما في ذلك كنيسة لا سجرادا فإيميليا المثيرة، رمز التطور. تجول في لا رامبلا النابضة بالحياة، واستمتع بمزيج الثقافة والمأكولات في هذه الجوهرة المتوسطية. استكشف السحر الذي تختزنه حياة كاتالونيا في عمق نبض برشلونة ودفئها المشمس. الرقم 4. في دوبروفنيك، كرواتيا، استمتع بسحر هذه اللؤلؤة الخلابة التي تمتد آفاقا واسعة. بعدد سكان يقل عن 43,000، تستقطب الزوار إلى جدرانها العتيقة وإرثها البحري العريق. تجول في زقتها القديمة المزخرفة بالنحت واستمتع بروح التراث في شارع فليجو. دع دوبروفنيك بسحرها وتاريخها الغني يأخذك إلى عصور المتوسط الذهبية. الرقم 3. سانتوريني باليونان، استكشف جمال جزيرة سانتوريني الآسر ببحر إيج،
وجهة سياحية ممتازة نالت تقديرا واسعا من مجلات السفر الكبرى. وسط مناظر طبيعية ساحرة وبراكين نشطة تجذب قراها الجميلة الزوار للاستمتاع بجمالها. غمس نفسك في سحر جرف فيروس الجذاب وجرب الأطباق المحلية بنكهاتها الفريدة التي تأتي من تربة البركان. استمتع بمشهد غروب الشمس الآسر وادع جمال الجزيرة يخطفك، ما يجعل سانتوريني وجهة لا تنس. باريس، هذه المدينة الفرنسية تعد رمزا للحب والجمال الخالد. تتميز بثرائها الثقافي الواسع ومأكولاتها الشهية المتنوعة. على ضفاف نهر السين، من روعة برج إيفل إلى جلال متحف اللوفر، تكشف باريس عن ثروتها التاريخية والفنية. استمتع بالهندسة المعمارية المذهلة ككاتدرائية نوتردام، واستكشف عالم الأزياء الأنيق والمأكولات الفاخرة. استكشف روعة وأبهة قصر فرساي الخلاب إلى جانب السحر الفاتن لمدينة باريس. الأول، روما بإيطاليا. اكتشف تراثها العريق حيث العجائب القديمة تلتقي بالحياة العصرية. وقف بإعجاب أمام الكولوسيوم مستذكرا قصص المصارعين الأبطال داخله. اكتشف سحر مدينة الفاتيكان وجمال كاتدرائية القديس بطرس مع تحف ميكل أنجلو الرائعة واحتمال مشاهدة البابا في يوم الأربعاء. هذا المكان يمزج بين عظمة روما الأثرية وجاذبيتها الحديثة، مشجعا على استكشاف تاريخ ومعتقدات متميزة. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك للمزيد من المحتوى الممتع.